عار الفراخ البيضة اليوم 27/9/2023، سعر الفراخ البيضة عامل 77 جنيه، سعر الفراخ البلدي عامل 115، سعر البط البلدي عامل 140 جنيه، سعر البط المسكوفي عامل 125، كيلو البانيه عامل 170 جنيه، بانيه شرايح زي ما موضح في الفيديو، أحمر ما نزلش ميه، يشرب معاك التتبيلة 100 100، ويدي معاك الطعم اللي أنت عايزه. كيلو عامل 170، كيلو شيش طاووق مصنفر من الدهون عامل 165، ده شيش طاووق مصنفر من الدهون زي ما موضح عامل 165 جنيه الكيلو، ده زنجر أو استريبس البانيه عامل 170 جنيه الكيلو. عامل 170 جنيه كيلو زنجر او ستريبس البانيه. كيلو الدبابيس عامل 97 جنيه. كيلو الدبابيس عامل 97 جنيه. الكيلو بيجي 6 7. كيلو الوراك النص فرخه عامل 80 جنيه. كيلو الوراك النص فرخه عامل 80 جنيه. كيلو الوراك المخصوص المخليه من الظهر زي ما موضح بالفيديو الكيلو عامل 97 جنيه. وراك مخصوص مخلية من الظهر ومن الجلد. كيلو الشيش طاووق شاورما عامل 165 جنيه. شاورمة شيش طاووق الكيلو عامل 165. شاورمة البانيه عاملة 170 جنيه. الكيلو شاورمة البانيه عامل 170 جنيه. كل ده شغل ناشف ما فيهوش مية بأمر الله. كيلو الأجنحة الصافي بالكتف عامل 65 جنيه. أجنحة صافي بالكتف الكيلو عامل 65 جنيه. كيلو الكبد وقوانص عامل 85. كيلو الكبد وقوانص عامل 85 جنيه. كيلو كبد صافي عامل 90 جنيه. كيلو الكبد صافي عامل 90 جنيه. كيلو القوانص بس عامل 82. قوانص بس متقطعه او سليمه عامل 72. كيلو البرجر عامل 110. برجر فراخ بامر الله حاجه ما شكش معاك 100 100 ومظبوطه وتوابلها مظبوطه بامر الله على العمايل على طول. كيلو كفته الفراخ او حواوشي الفراخ، ده حواوشي فراخ الكيلو عامل 100 جنيه. حواوشي فراخ الكيلو عامل 100 جنيه. كيلو كفته الفراخ عامله 130، كفته الفراخ عامله 130. يبقى الحواوشي عامل 90 جنيه. كيلو صدق الفراخ عامل 130، صدق الفراخ الكيلو عامل 130. بأمر الله كل ده شغل بأمر الله مضمون و100 100. كيلو زنجر البانيه متبل على العماية على طول على التسوية على طول عامل 170 جنيه. ده الاستريبس البانيه الكيلو عامل 170 جنيه على التسويه على طول. ودي دبابيس كوكي برضو كيلو عامل، الاربع دبابيس عاملين 65 والكيلو عامل 100 جنيه. الاربع دبابيس عاملين 65 جنيه او الكيلو عامل 100 جنيه. دي دبابيس كوكي بامر الله نزلها في الزيت زي ما هو بامر الله تطلع معاك زي الفل. ده عجينة البانيه أو البرجر بقرمشة الكيلو عامل 110. عجينة البانيه الكيلو عامل 110. دي برجر هيطلع معاك مقرمش 100 100. ده بانيه جاهز على التسوية الكيلو عامل 170 جنيه. بانيه جاهز على التسوية. دي كفتة الفراخ برضو جاهزة على التسوية أو على الفحم أو في الفرن الكيلو عامل 130 جنيه. بأمر الله كله شغل مضمون. للاستفسار او اي طلب هتلاقي الارقام موجوده عندك، الزيرو 100 والزيرو 11. لو بعت لي واتس برضه ارد عليك. بامر الله هنفيدك باللي انت عايزه.